حزام بغداد ينزف الجراحات، لتغيير تركيبته السكانية تحاك المؤامرات، تحت يافطة الاستثمارات إنها أفعال قادة الميليشيات. انتخابات تشرين تنزف المرجحين أو المرشحين من المنافسة منسحبين، هربا من الضغوط ومن التهديد خائفين، طرق مبتكرة لإبعاد المنافسين. الجفاف يجتاح الأراضي العراقية بسبب الأفعال التركية والإيرانية عن البلاد، يمنعون المنابع المائية طمعا في تصدير منتجاتهم الزراعية. العراق يواصل دفع فاتورة الأخطاء عن سنوات حكم المختار أبا إسراء، جلب للبلاد الويلات والبلاء، مضيع الأموال ومشتت الأبناء.